مساء الخير على أجمل وأعز وأطعم ناس في الدنيا. بعتذر كده تأخرنا شوية، بنتأخر يعني ربع ساعة تلت ساعة أحيانا نص ساعة، ولكن بقول كله يهون لأجل موضوع النهاردة، الموضوع اللي هيبقى متأكد إيجابي وماله لما نركز شوية على الإيجابيات ونبعد عن السلبيات. محدش واخد منها حاجة، والحياة محتاجة إن احنا نكون يعني إيجابيين دايما عشان نقدر إن احنا نكمل. ونصيحة: سيب الزهق، سيب النكد. وباختصار ليه؟ لأنك لو زهقت مش هتعمل حاجة، مش هتفلح في حاجة، مش هتنجح في حاجة، فحاول تكبر وتعدي. يعجبني أوي لا والله ما كنت نايم، يعجبني أوي الأبراج الهوائية تحديدا في الحتة دي، مكبرين دماغهم وتحس إن دماغهم في السحاب. وروحوا بقى هاتوا المشروب الدافي، اللي بيشرب نسكافيه، اللي بيشرب شاي، اللي بيشرب قهوة، أيا كان، عشان احتمال، وقول يا رب النت يساعدنا كده وما يفصلش، نطول الليلة لأن الموضوع أصلا طويل. ولا كالعادة احنا عارفين بقى على اللايف بنطول شوية لأن بنكون براحتنا يعني، وبستنى على ما أكبر قدر يتجمع عشان نبتدي مع بعض من البداية كده. موضوع حلو أوي. أجمل 3 دقات أو أجمل 3 مميزات في كل أنثى، هي بتسحر أي حد وبتشد أي حد، وماله لما نعرف إيجابياتنا، وماله لما نعرف المميزات اللي فينا، نلفت انتباه بعض الحاجة ممكن تكون غايبة عننا. أنا بشكركم جدا على الحب ده كله، وبشكركم جدا على المتابعة. ونبتدي بقى، هعتذر بقى للي متأخر عشان مش هينفع إن أنا أطول أكتر من كده. وكل أنثى تتوقع صفاتها الحلوة وتكتب في التعليقات كده. خلي بالكم دايما بقول أي المكان اللي بنعمل عليه لايفات باستمرار ومواضيع مهمة، هو الانستجرام اللي عنده ينضم عشان أصدقائنا اللي بيسألوا. هنبتدي بالفارسة العنيدة اللي هي عشان بتتولد في جو الربيع فبنتفائل بيها، وأنا من أنصار التفاؤل، وبنبتدي بيها. الهيبة حاجة كده ربانية ما نقدرش نشتريها. أنثى برج الحمل في ملامحها هيبة، في ملامحها قوة شخصية. أنا قلتها قبل كده كتير، لو أنت شاب بتبقى هايب شوية إن أنت تروح تقدم على خطوة تعارف لحد ما هي تديك الأمان وتقول لك قرب يا دنجوان مثلا يعني. كمان الجسد، شئنا بقى اختلفنا اتفقنا، قلنا إن في نساء بتتمتع بجسد جميل وجذاب ودي حقيقة، لكن مع الحملوية شكل تاني. التناسق يعني الجسد قوي، جسد أنثى برج الحمل تحديدا بيكون قوي ومتناسق، تحس إن هي زي الفارسة كده، لذلك خدنا حتة فارسة عنيدة من النقطة دي. الوجه بشكل عام، بشكل عام بتاع أنثى برج الحمل مميز أوي وجذاب أوي، وتلبس برنيطة تاكل عليها وتبقى حلو. فعد يا جماعة بقول النت بيفصل رجاء يعني، أكدوا لي الحتة دي. تلبس قبعة، تلبس اكسسوارات، أي حاجة تلاقيها كده هتاكل منها حتة زي ما احنا بنقول. يبقى دي أجمل 3 دقات في أنثى برج الحمل، ولكل قاعدة استثناءات دايما أقول يعني. الثور بقى، أنثى برج الثور، الثقة، الثقة في النفس. من الصعب إن إحنا نقابل ثورية مهزوزة ثقتها في نفسها، ولما تحس إن هي بنوتة واثقة في نفسها كده، أو ست واثقة في نفسها كده، تحس إن أنت منجذب ليها ومبسوط بيها وعايز إن أنت تقرب منها. كمان أناقتها شيء خرافي. لو أنت في جروب، في مجموعة بنات، تلاحظ دايما ان يعني أناقة أنثى برج الثور، لأنها دايما تمشي مبدأ تحب تختلف عن الآخرين، ومش أي حاجة تعجبها يعني، اللي بيعجبها قليل قوي يعني، اللي بيعجب أنثى برج الثور قليل قوي قوي، لذلك الأناقة بتاعتها جاية من الحتة دي، أناقتها عالية قوي. كمان العنق، رقبة إناث برج الثور مميزة. حط بقى أنت عقد، حط أنت بقى سلسلة، حط أنت بقى قلادة على رقبة الثورية،
حاجة تانية خالص. أنا مش عارف، في حد بيقول البث بيعلق أو أكتر من حد، كله دلوقتي بيقول بيفصل، فأنا مش عارف أعمل إيه. أحاول إن أنا أعمل تجربة كده، خليكم معايا. أنا بدلت يا جماعة على راوتر تاني، فقولولي أكدولي بقى، نكمل لحد ما أشوف كده تعليقاتكم. إضافة بقى، قلنا قبل كده التقل في الثورية، تقل صنعة وهي معلمة، تمشي بمبدأ اتقل على الرز لما يستوي وبعدين نعمل فيه اللي هو اللي احنا عايزينه بقى. هل لسه بيفصل يا جماعة؟ الجوزاء، المرح، خفة الدم. من الآخر، مين اللي ممكن يلاقي جوزائية دمها تقيل أو دمها مش خفيف؟ خفة الدم بالوراثة، خفة الدم بالفطرة، خفة الدم ما يلزقش منها. كمان الإيدين بتاعت أنثى الجوزاء، إيديها ودراعها مميزين قوي وجذابين قوي. طب كويس، الناس بتقول إن البث كده اتظبط شوية، معلش بس تحملوا، ما انا قلت النت هو اللي هيتحكم يعني. كمل. يا لا، كمان الشياكة بتاعت أنثى برج الجوزاء ينضرب بيها المثل، ما تلبس لبس مهرول، ولا تلبس لبس بقى مش لايق، ولا تلبس، لا ده الشياكة دي حاجة، هي مدرسة يعني. احنا نقول لها في الموضوع ده يا مدرسة، أنثى برج الجوزاء نقول لها في النقطة دي مدرسة، وعندها ذكاء عالي قوي تنافس فيه حتى أنثى برج العذراء اللي احنا داخلين عليها كمان شوية. البسكوتة بقى، السندريلا بقى، أنثى برج السرطان، الرئة. إذا سألت عن الرئة فاسأل عن أنثى برج السرطان، من أرق نساء الدنيا. البراءة كمان، رغم كل ده تحس إن هي حتى لما بتنتقم عندها شوية براءة حلوين كده يعني، فيها شوية من الأطفال. أنثى برج السرطان تفرح بالمفاجآت، بالهدايا، بكلمة بحبك، بالاهتمام بالحاجات دي، السرطونة تحديدا. كمان الصوت بقى يعني، ده كلكم ودقة الصوتكم تاني مع السندريلا، مع أنثى برج السرطان، ونبرة الصوت، وأنا قلتها قبل كده وأنا بتكلم عن السرطونة، مليون كمانجة بيعزفوا على رأي الكينج وهو بيغني. أنا أعتقد إن هو كان حبيبته في الأغنية دي سرطونة، أنثى برج السرطان أكيد يعني، مفيش خلاف. الصوت ساحر وقاتل، ويصيب كله في مقتل يعني. زعيمة العصابة بقى، البرنسس أنثى برج الأسد، أولا الشعر بتاعها حاجة مميزة قوي، شعر أنثى برج الأسد لا دائما ملفت ولا دائما جذاب ولا دائما في حاجة مميزة، إيه هي أنا معرفش، إنما هو كده زعيمة العصابة كده وحواجبها. الكاريزما، الدقة التانية بقى، كاريزمة أنثى برج الأسد دباح. كاريزما تعتبر هي الأكثر سطوعا بين كل نساء الأبراج، والكاريزما دي بقى حاجة مهما أنت لبست وعملت ما تعرفش إن أنت تشتريها، دي حاجة برضو لازم تكون ربانية. كمان تشترك شوية مع أنثى برج الحمل في جمال أو تناسق الجسد أو قوة الجسد أو بروز الجسد أو ظهور الجسد. أنثى برج الأسد عامة بتتمتع بأسد، بأسد بتتمتع بجسد ممشوق جدا ودائما ما يلفت أنظار الشباب والرجال يعني. قبل بقى ما تتكلم وتضحك وتخش انت في طباعها وتشوف لبسها، لا هو
بالبداية كده من وإحنا بعيد كده، يقول لك إيه الطلقة دي؟ يعني إيه القنبلة دي كده؟ أنثى برج الأسد من أكتر الإناث اللي بتتعاكس عامة يعني، لأن وتحس كمان إن هي ماشية منشمخة ماشية بتقول يا أرض تهدم عليك أدي حقها حقها، من اللي بتشوفه من إعجاب المحيطين بيها ومن نظرات الإعجاب اللي هي بتلاحقها أينما ذهبت. قنبلة الذكاء بقى العذراوية، ما دام قلنا قنبلة الذكاء على طول أول دقة معانا هي الذكاء، ودي تيجي لما أنت تتعامل مع العذراوية، لما أنت تقرب من العذراوية قوي بقى وتلاقي قد إيه الأنثى دي مخها كمبيوتر، وتلاقي الذكاء اللي هو اللي ملوش زي الذكاء اللي هو الأخاذ والعيون. دي تاني دقة بقى، وسعوا لعيون العذراوية، وسعوا لجمال الرسمة وعمق العيون والرموش بتاعت أنثى برج العذراء تودي في داهية ساعة ما تضرب الكحلة كده تعمل كده برمش، توقع 5، تعمل كده توقع 20، العذراوية تحديدا. إلا إن هي خجولة، يعني مش كل العذراويات يقدروا يعملوا كده، النساء عندهم خجل شديد، من أشد النساء خجلا أنثى برج العذراء، ومن أكثرهم جراء الأسد. سبحان الله، دي أنثى ودي أنثى، وفي رجال تحب الأنثى اللي هي جريئة زي الأسد كده، واللي هي تحس إن وحاسة بنفسها، وفي رجال تحب الأنثى الخجولة الهادية. فأنثى برج العذراء فيها النقطة دي. كمان منطقة الصدر، وأنا يمكن عملت حلقة قبل كده وقلت إحنا بنقول بقى كله صفات مع صفات جسدية مع طباع، برضو عند أنثى برج العذراء مميز جدا. العسل بقى، وانتم متهمين ان انا بحب ميزان مش عارف ليه، بس هي عسل. هو اي حد بيفهم في البنات وبيفهم في الابراج اذا ما قالش على الميزانية عسل يبقى ما بيفهمش، يبقى سوري في اللفظ ما بيشوفش او مش عايز يشوف، ده قصة تانية بقى. العسل انثى برج الميزان، الشقاوة اول دقة معانا دقة الشقاوة. هو انت تلاقي في شقاوة أنثى برج الميزان؟ دور مهما تدور في نساء كتير بتتشقى، إنما تعالى عند الميزانية لا، الشقاوة من نوع تاني، الشقاوة من نوع مخصوص، الشقاوة من نوع لا، مش أي حد يمتلك الصفة دي. خش على الميزانية وقول ما شاء الله قبل ما تخش، لازم تقول كده يا إما عينك تحسدها على طول. والابتسامة، ابتسامة أنثى برج الميزان والله بتودي في داهية. طريقة الابتسامة بيضة سمراء خمري كبيرة صغيرة، هي الابتسامة بتاعتها سبحان الله. ما هو كل أنثى كده ربنا بيديها شوية أسلحة عشان تقضي علينا إحنا كرجال بيها. وطبعا في الجاذبية حدث ولا حرج، يبقى دي تالت دقة معانا مع العسل أنثى برج الميزان. فارسة أحلام بقى الشباب العقروبة، أنثى برج العقرب المائي، العمق أنثى عميقة قوي يعني الغموض، ومن منا لا يعشق الغموض؟ أخد بس بقي كده على ما تردوا، من منا لا يعشق الغموض؟ الغموض والعمق بتاع أنثى برج العقرب دائما، دي أول دقة بقى ودقة قوية جدا. تاني حاجة، تقريبا كل النساء عندها ملكة الإغراء، ولكن مع العقروبة لا، وضع تاني بقى. اسمحولي احنا وصلنا ندي كل أنثى حقها. ملكة من ملكات الإغراء وأميرات الإغراء اللي أنت ممكن تقابلها في حياتك أنثى برج العقرب تاني في الإغراء، فنانة فنانة من وهي عندها 10 سنين.
النظافة الشخصية كمان. أنا دايما بقول إن كل قاعدة لها استثناءات، ولكن إذا عملنا إحصائية هنلاقي إن من أكثر النساء المهتمة بنظافتها الشخصية هي أنثى العقرب. وعلى فكرة النظافة الشخصية ممكن لو الواحدة جميلة أو مش مهتمة بنظافتها والله بتقفلنا منها، يعني حتى هي لو ما فيهاش الحتة دي وجميلة فالعقربة ما شاء الله عليها في النقطة. يبقى دي تالت دقة. الشعنونة بقى وانسى برج القوس الناري، الطعامة انسى طعمة، يعني انسى ما اعرفش لذيذة، يعني عشان لو حد مش مصري انا كذا مرة قالوا لي يعني ايه طعمة، انسى القوس طعمة وحبها للحياة دي تاني دقة. ما هو اللي بيحب الحياة يخليك تحب الحياة، اللي بيكره الحياة هينكد عليك وعلى أهلك. صعب بقى النكد مع القوسية، صعب ان انت توصل للطريق ده معاه. الضحكة بقى، رغم ان الضحكة عالية ورغم ان الضحكة هتجيب البوليس هتجيبه بس هتحبها. وانا دايما بقول ودي هنا المفارقة الغريبة، الراجل ما يحبش يعني يفضل الابتسامة شوية، لكن مع انثى القوس دي استثناء القاعدة بقى، هتحب صوت ضحكتها وصوت القهقهة بتاعت هو كده. المرأة الحديدية بقى عندنا أنثى برج الجدي، الترابي، الكبرياء بتاع أنثى برج الجدي، العند. وعلى فكرة العند بتاع أنثى برج الجدي دائما مسار إعجاب، وتستغربوا هل في رجال تحب الأنثى العنيدة فيه، ولكن بدرجات ما تبقاش يعني أوفر. كمان أنثى برج الجدي بتتمتع بجسد صارخ، بتشترك مع البرنسس والفارسة العنيدة أنثى برج الحمل. ولكن زي ما أنا قلت برضو في حلقة عملتها من كام يوم لايف، قلت إن أنثى برج الجدي يعني مش أي حد تدلع له، بس هي عندها إمكانيات بتخرجها في الوقت المناسب. فأنت لما قبل ما تتعرف عليها حاجة، أو سي مثلا لو أنت خطبها حاجة وبعد الجواز حاجة، أو قبل الخطوبة حاجة وبعد لو حبيتك، لكن هي بتتمتع بجسد ينافس الأسد والحمل في النقطة دي. الدلوية بقى، خدود أنثى برج الدلو، أول دقة، أول طبة، أول كده معانا خدود أنثى برج الدلو الجميلة المميزة اللي مهما اختلف لون بشرتها تبقى مميزة. كمان بتشترك مع العذراء في الذكاء إضافة للتفاهم، دي تالت دقة. أنثى متفاهمة جدا، من أكتر الإناث اللي أنت ممكن تحب طريقتها وأسلوبها وتفاهمها هي الدلوية، متفهمة ومتفتحة حتى لو الثقافة مش قوي، حتى لو مش هنقول معاها دكتوراه مثلا أو لسانس أو حتى لو تعليم متوسط، سبحان الله تلاقي عندها حتة التفاهم دي وحتة يعني الدخول لقلبك بسرعة الصاروخ. وذوق، هي أنثى ذوقها عالي قوي، أنثى مزواقة، وأنثى ما تحبش تجرح حد. والله نور ملك بتقول يعني ما لقيتش غير بص يا نور، ما هو في حاجات تانية بس أنا ما أقدرش أقولها. وهو المشكلة إن أنا هوا دلوقتي، أنا على الهوا، في حاجات تانية بس أنا ما أقدرش أقولها، فأنا بقول اللي ينفع يتقال، فمعلش بقى استحملوني. ولكن هي خدودها مميزة، في حاجات تانية كتير بس أنا بشوف إيه اللي ينفع إنه يتقال وبقول، فمعلش بقى استحملوني يعني. والذوق يا نور، الذوق كمان بتاع أنثى برج الدلو أخاذ وقاتل، ويعني أقول والله هو أنتم مستهزئين بصفة التفاهم دي؟ وانتوا مستهزئين ان الواحدة تكون بتفهم؟ في واحدة غشيمة وفي واحدة بتفهم. الدلوية بتفهم، عمرك ما تقول على أنثى برج الدلو غشيمة، ده اللي انا عايز اقوله بقى.
فاهمه، انثى فاهمه، فاهمه وتقدر تتعامل مع اي حد وعندها سلاسه رهيبه. حد بيقول لي قول، اقول انت خسران حاجه اقول. الحوت بقى، البونبونايه، انثى برج الحوت، الانوثه، كل الاناث اناث، انما نخش عند انثى برج الحوت انوثه. وانتوا فاهمين انوثه يعني ايه؟ وانا لو وضحت اكتر من كده لا يجوز. انوثه انثى برج الحوت صعب حد ينافسها بصراحه، وتتفوق على كثير جدا من الاناث في النقطه دي، الاحتواء كمان. بصوا بقى، أنثى برج الحوت هي الأنثى الأولى في القدرة على الاحتواء. الاحتواء يعني الحنية، يعني الطبطبة، يعني قول بقى زي ما انت عايز تقول، وكمل وطول مع نفسك للنهاية. انا بديك الخط وانت استفهم بقى، او استرسل انت بقى، كمل بقى مع نفسك، اسرح انت قاعد لوحدك، قول بصوت عالي ما حد يسمعك، انما انا ما ينفعش. كمان حتة الرومانسية الفجة اللي بتتمتع بيها أنثى برج الحوت بتحسسك إن أنت عايش مع بطلة من بطلات الأفلام الرومانسية اللي أنت وأنت صغير لطالما حلمت إن أنت تقف قدامها. لما نشوف إحنا فيلم رومانسي إحنا كرجال حتى في السن ده، وتلاقي البطلة كده بس رومانسية، لأنه حتى مثلا نلاقي الأفلام الهندية على سبيل المثال يجيب لك واحدة هي طبعها رومانسي، يعني هيجيب لك بطلة هتعمل دور رومانسي، هي لازم تكون رومانسية. الحوت بقى تليق للدور ده، يليق عليها. وفي واحدة تيجي تعمل رومانسية ما تلاقيها دبش، بتنطح، بتهب فيك، ما تقفلك، تقول لها سدي نفسك ونفس اللي خلفوك، يا ريتني ما حاولت اعمل معاكي لقطه رومانسيه. انما الحوتيه حاجه تانية، اختلاف تاني، ووضع وشيء تاني خالص. انثى برج الحوت تتفوق بصراحه في النقطه دي. اكتبوا لي بقى اراكم في الحلقه دي، تدوها كام في الميه عشان اعرف يعني، وانا كام في الميه كده، 50 40 60، واللي عنده سؤال سريعا كده يقول لي، انا ما خد لي بقي برضه. كل الأبراج فيها الحلو وفيها الوحش، الحياة مش ناقصة. بصوا يا جماعة، أنا طبعي إيجابي، أنا شايف إن العمر ساعات والدنيا مش مستاهلة، فليه هنركز على السلبيات؟ لا، السلبيات أنا بقولها في شكل نصايح، يعني أنا باجي أقول السلبية في شكل نصايح، والإيجابيات بقى نتكلم براحتنا، نبسط براحتنا. هو إحنا مش كفاية ضغوطات الحياة اللي بنشوفها كل يوم؟ نبسط بقى في نفسنا كده ونعيش الدنيا، واحنا هنعيش كم مرة، نطلع الحلو اللي جوانا ونبرزه ونتناقش فيه ونتكلم مع بعض. عشان كده انا بقول ان يعني انا بقول ان اللايف تحديدا بنحس ان احنا قاعدين مع بعض كده، فلذلك انا بدعو ان احنا عددنا يكبر على الانستجرام، لان ده هيشجع اكيد ان احنا نعمل اكتر ومواضيع اكتر، ويخلي في ألفة اكتر وآراء متعددة أكتر، وأصدقاء نطلع بأصدقاء، وده حلو، ده حلو يعني، ده حلو، بيكسر ملل وروتين الحياة وبيدي أمل وتفاؤل. طب أنا هكتفي بقى بالقدر ده، بشكر كل الناس اللي انضمت جديدة واللي انضمت قديمة، عشان المشكلة في بس نت، يعني مشكلة في النت شوية. وبكرة إن شاء الله لايف، اللي ما اشتركش يشترك، توحشوني، تصبحوا على خير.